بونجور وليدات الصافيان تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ما وعدتكم فوالا فيديو ديال لا بارتي 2 ديال اخر درس ديال الشيمي وغنشوفوا فيها لو بيلون دو لا ماتيير فهاد لا بارتي هادي دونك قبل ما نبداو ليكسبليكاسيون ديال هاد لا بارتي بغيتكم دابا اللي مازال ما ابونيش يتابونا دير لايك للفيديو او بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ويتابونوا حتى هما باش نوصلوا لاشين كيف ما قلنا الهدف الحالي ديالنا هو 90K تنشكركم بزاف على المجهودات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم ليا ونبداو هذا البارتي الثانيه ديال هذا الدرس خصنا نعرفوا بان هذا لو بيلون دو لا ماتيير هادشي اللي غنشرح دابا تريز امبورطون في البروميير اني باك وفي الدوزيام اني باك سي بون هاد الاسئله اللي غنديروا دابا وهاد التمرين اللي غنخدموا دابا والشرح اللي غنشرحوه خصك تخليه في بالك غينفعك العام الجاي اخويا اختي وينفعك حتى في البكالوريا وسول الناس ديال البكالوريا على هادشي اللي غنقراو دابا راه هو لاباس سي بون غنحاول نبسط لو ماكسيموم باش تفهموا هادشي ان شاء الله دونك نبداو على بركه الله ونشوفوا دونك وصلنا لو بيلون دو لا ماتيير فوالا غادي نهضروا في لو بيلون دو لا ماتيير اولا على لافونسمون دو لا رياكسيون فاش يكون عندي اون رياكسيون شيميك شنو تنقصدوا بلافونسمون Donc l'avancement pour suivre l'évolution de la quantité de matière des espèces chimiques qui participent dans une réaction chimique. Et là, on a un tableau on utilise l'avancement de la réaction en OTX. C'est un mais sur l'avancement de la réaction blarbia, what atom de tableau on a mesuré au X. D'abord, je vais vous dire que X n'est pas un mol. Quand tu vois la, donc c'est une quantité de matière. Vous voyez la mesure, tu vois le mol. Qui prend une valeur maximale x max à la fin de la réaction ou had x had fou l'khar ديال التفاعل ما تيبقاش سميتو x تيولي سميتو x max يعني تيولي سميتو l'avancement maximal التقدم القصوي حيت في الاخر ديال التفاعل هادشي مازال غنشرحو لكم سو فورم ان اكزرسيس بون باش نديرو هادشي كامل تنحتاجو لواحد لو طابلو تيتسمى لو طابلو دو l'avancement والجدول ديال التقدم سي بون Donc, pour expliquer l'avancement de la réaction, qui va changer le tableau de l'avancement, qui va changer le réactif limitant, et chez Kamlo Kamlo, on va dire à la chaque fois, ça va être l'exemple, ou l'exemple que tu fais au Maya, l'exemple Tigoul, on réalise la combustion du méthane CH4. Donc, on a un gaz. Donc, voilà. حنا ما ناخذوش هادشي واقعي خدينا واحد الجسم سميتو سي اش 4 خلاص سي ان غازو غاز الميثان ياك وحرقناه بيان سور في الديوكسيجين يعني فواحد البلاصه فيها الديوكسيجين فوالا دونك هادو هما المتفاعلات هادو هما لي دو رياكتيف قلنا شاك كومبيسيون اي اون رياكسيون شيمي كل احتراق راه تفاعل كيميائي مزيان اون انتخودويزون انيسيالمون ان مول دو ميثان قال لك اسيدي هاد الميثان هذا الميثان هذا عنده واحد لا كونتيتي دو ماتيير يعني ان دو سي اش 4 عطاوها لينا هي واحد مول يعني حرقنا واحد مول ديال هذا غاز الميثان حرقناه بيان سور ا ليتا غازو يعني هو في الحاله الغازيه ديالو اي 4 مول دو ديوكسيجين يعني هو ثاني الاكسجين كميه الماده ديالو ان دو او 2 قالنا سيدي هي 4 مول فوالا دونك دابا في الرياكسيون شيميك لي دو رياكتيف شيكون عطينا في التمرين لي كونتيتي دو ماتيير ديالهم باش ندير هادشي في الطابلو مزيان السؤال الاول قالك ساشون كو لي برودوي دو لا رياكسيون سون لو ديوكسيد دو كربون قالك اذا علمت ان النواتج ديال هاد الجوج هادو اللي غيتفاعلوا كاين اولا غاز ثاني اكسيد الكربون غينتج ثانيا قالوا لنا ايلو والماء اش دوزو قالك اكريغ ليكواسيون شيميك اولا السؤال الاول في الامتحان تيقول لك تبدا المعادله الكيميائيه الا عرفتي تكتب المعادله الكيميائيه راه الطابلو دو لافونسمون راه كتكون فيه المعادله الكيميائيه تي خصها تكون اكيليبري شنو تنعرف انا باللي او ديبي دو ليكسبيريونس كان عندنا سي اش 4 تفاعل لينا مع او 2 تنخلي دائما هاد الفراغات خاويين باش ندير ليكيليبراسيون قالنا حسب التمرين راه انتج لينا ثاني اكسيد الكربون وانتج لينا حتى الماء اش 12 مزيان اولا تكون كتعرف المعادله الكيميائيه تكتبها ثانيا توازنها شحال عندي ديال الكربون هنا 1 هنا 1 شحال عندي ديال الهيدروجين هنا 4 هنا 2 يعني فاش غنضرب هاد 2 هادي في 2 باش تولي هنا 4 ديال الهيدروجين 4 ديال الهيدروجين شحال ولا عندي ديال الاكسجين هنا 2 شحال ديال الاكسجين هنا راه عندي 2 باردون عندي هنا 2 ديال الاكسجين وعندي هنا 2 ديال الاكسجين يعني 4 ديال لي زاتوم دوكسيجين في الخط يعني في لي برودوي شحال عندي هنا 2 يعني خصني نضرب هنا عاوتاني في 2 باش تولي عندنا 2 في 2 4 شنو هما لي كويفيسيون ستوكيومتريك هما الاعداد اللي تيكونوا هنا هنا راه عندنا 1 هنا عندنا 2 هنا ما كاين والو يعني 1 هنا عندنا 2 هادو تيتسموا لي كويفيسيون ستوكيومتريك اللي تنوازنوا بهم هما اللي تيكونوا حدا دوفون شاك
اسباس شيميك حدا لا فورمول ديالو. السؤال الثالث يقول لك صايب لي الطابلو دو لافونسون، هذا هو اللي تيشكل صعوبه للتلامذ اول مره. خصنا نكونوا واضحين، اي حاجه انت كتلميذ اول مره تتشوفها اول مره تتقرا، راه شوف راه ماشي حيت انت مكلخ ولا النيفو ديالك ماشي هو هذاك، لا عادي جدا الحاجه اول مره غتقرا غتجيك صعيبه. بون انا الطابلو اول مره غنشرحه لك حتى انا بمثال، راه ما غتفهمنيش 100% باش نكونوا واضحين، غنحاول نقرب الفهم ديالك ل 100%، ولكن في التمارين غناخذوا امثله اخرين وغنصايبوا طابلوات اخرين على الاقل جوج مرات ثلاث مرات وغادي تفهم معايا الطابلو كيفاش بقا تصايبوا الراس. وهذا الطابلو غينفعك في السيزيام اني وفي البكالوريا ديما تيكون في الاسئله. بون من عندي انا الطابلو منين تكون؟ تكون اولا من ليكواسيون دو لا رياكسيون، هذه المعادله الكيميائيه تتكتبها هنا اولا. دونك عندنا سي اش 4 بلس O2 عطانا CO2 plus H2O. هادوك لي كويفيسيون غادي نديرهم بلون مغاير حيت غينفعونا هنا باش نعمرو الجدول. الجدول شنو تيكون فيه؟ السطر الثاني تيكون فيه لي زيطا. شنو هما لي زيطا؟ دابا التفاعل الكيميائي اللي يوقع بين ديال الديوكسيجين سي اش 4 غيمر من ثلاثة ديال الحالات ولا ثلاثة ديال المراحل، ماشي حالات ولكن مراحل. حنا قرينا المرحلة الأولى تتسمى ليطا إنيسيال يعني افون لا ترانسفورماسيون، وكاينة ليطا فينال يعني ابخي لا ترانسفورماسيون الحالة النهائية. هذه هي اللي تزادت في الطابلو ايطا دو ترانسفورماسيون، كاين اللي تسميوها ايطا اونكور ولا اونكور. يعني هي مثلا التفاعل الكيميائي بدا مع 12 وسالم مع 12 و 5 دقائق. شنو هي ايطا دو ترانسفورماسيون؟ هي فاش ضربت 12 12 دقيقة 12 و2 12 و3 دقائق 12 و4 دقائق قبل النهاية، يعني هو ما بين البداية وما بين النهاية. هذه المرحلة المتوسطة تسمى ايطا دو ترانسفورماسيون. مزيان، هذا الجدول شنو تنسجل فيه ايضا؟ تنسجل فيه لافونسمون. لافونسمون قلنا لافونسمون باش نرمزوا لافونسمون اكس، لافونسمون في التفاعل ترمزوا له باكس. شنو هو لافونسمون؟ هو التقدم. يعني انت ملي غيكون كيوقع عندك التفاعل، التفاعل ما غيبداش يسالي في دقه، مي غيبقى غادي بشويه بشويه. غنلاحظ بلي هذا الجسم هذا اللي هو ولا هذا الغاز اللي هو سي اش 4 في الميثان راه ما يختلفش في دقه واحده، ماشي كانوا وغيمشي فرمشات عين، لا غيبدا ينقص بشويه بشويه. شنو قلنا على لي دو رياكتيف؟ راه ايل سو ايل فون ديس ديسباغيتخ بشويه بشويه، غيبقاو يختفيو بشويه بشويه. يقدروا يختفيو بجوج باش يسالي التفاعل، ولا يقدر يختفي غير واحد فيهم وغيسالي التفاعل. دونك هذا ملي يبقى يتفاعل غيبقى ينقص بشويه بشويه، غيبقى غادي وتنقص بشويه بشويه بشويه، تيتحرق بشويه بشويه حتى ما يقدر ما يبقاش كاع مره. داك النسبه باش تمشي تتسمى لافونسمون، يعني هي داك الكميه، داك الكميه اللي تتفاعل، لا كونتيتي اللي كتفاعل، كي سو رياج اللي تتفاعل، يعني تيبقى غادي غادي حتى تختفي. هاد البلاصه ديال اللي اختفت تتسمى اكس، مفهوم؟ دونك هاد لافونسمون هذا نورمالمون في ليطا انيسيال تيكون زيرو. علاش زيرو؟ حيت كيكون مازال ما بداش عندنا التفاعل الكيميائي. ملي تنقول ليطا انيسيال يعني كان عندنا سي اش 4 في بلاصتو ثاني اكسيد الكربون داير به، هادي هي ليطا انيسيال هو السطر الاول. يعني المتفاعلات كانوا مازال ما تفاعلوش مع بعضياتهم. شنو هي ليطا انيسيال؟ سي افون لا ترانسفورماسيون، يعني لافونسمون كان زيرو، هذا ما اختفى منه والو، وثاني اكسيد ما اختفى منه والو. دونك هنا دائما تنكتبو زيرو. في ليطا دو ترانسفورماسيون شنو غيوقع؟ ما بين البدايه والنهايه هذا راه غيبقى يختفي منه شويه بشويه واحد الجزء معين. هذا الجزء هذا اللي تيختفي مثلا وصلنا لهذا الحد، هذا الجزء هذا اللي تيختفي راه هو اكس، تيتسمى لافونسمون. دونك ما بين البدايه والنهايه راه تيبقى تيتقدم لنا التفاعل، تيبدا يتطور لنا التفاعل، تيبدا يختفيو لنا لي رياكتيف بشويه بشويه، هذيك النسبه اللي تيختفي بها تتسمى اكس. في ليطا فينال هذاك الجسم يقدر يختفي كامل، يقدر يختفي من واحد 60% 70% 80%، هذاك الجزء كامل اللي غيختفي حتى الاخر تيتسمى افونسمون اكس، ولكن ماكس ماكسيمال يعني هو التقدم النهائي، يعني هي ديك النسبه اللي صافي هي اللي غادا تختفي، ما كاينش حاجه اكثر منها. مزيان، هنا تنكتبوا لي كونتيتي دو ماتيغ. لي كونتيتي دو ماتيغ هما كميات الماده، هاد كميات الماده ديال هاد لي رياكتيف، ديال هاد لو رياكتيف، وديال هاد لو برودوي، وديال هاد لو برودوي. شحال غيكون عندنا ديال لي كونتيتي دو ماتيغ؟ غيكون عندنا اربعه، حيت عندنا اربعه ديال الاجسام، جوج دي رياكتيف وجوج دي برودوي. مزيان، اولا بغيت نكتب لا كونتيتي دو ماتيغ بالمول ديال سي اش 4. كنمشي للتمرين، شحال قالوا لنا كانت في الاول يعني في ليطا انيسيال مازال ما تفاعلش، شحال كان عندنا ديال سي اش 4؟ كان عندنا 1 مول، كان عندنا 1 مول. تنجي تنقول بان سي اش 4 في ليطا انيسيال لافونسمون كان زيرو، يعني ما نقص منه حتى شي حاجه. شحال كانت الكميه ديالو؟ كانت 1 مول. تنجي تنكتب هنايا 1 ولا 1 مول اللي بغيتي، تقدر تكتب 1 مول. حنا دابا باقيين كنكتبوا بالمول، شويه ما نبقاوش نكتبوها.
ولا من الاحسن باش بلا ما تبرزنا نكتبوا واحد هذه باينه واحد مول كان عندنا ديال سي اش 4 في لا انيسيال بيان سور في البدايه قبل ما يتفاعلوا واش كانت عندنا واحد كميه الماده ديال ثنائي الاكسجين نعم كانت 4 يعني ثنائي الاكسجين شحال كان منه كان منه 4 فوالا وهاد 4 هذه نورمالمون شنو غادي ندير لها انا كتلميذ دونك 4 ديالي غادي نكتبها هنايا وشنو غادي نفهم غنفهم بان هاد 4 راه 4 مول من غاز ثنائي الاكسجين في ليطا انيسيال قبل ما يبدا التفاعل بيان سور في ليطا انيسيال تنسول راسي انا كتلميذ كونتيتي دو ماتيغ ديال لي برودوي شحال كتكون كتساوي واش تكون لينا دابا شي ثنائي اكسيد الكربون في البدايه قبل ما يبدا التجربه لا واش تكون لينا الماء لا حيت مازال ما تفاعلوش مع بعضياتهم من تنقول ليطا انيسيال مازال ما كاينش التفاعل بمعنى هادو كانوا غايبين ما كانوش يعني هنا كان عندنا صفر مول وهنا كان عندنا صفر مول صفر مول ديال سي او 2 صفر مول ديال اش 12 مزيان ندوزو نعمرو دابا ليطا دو ترانسفورماسيون هاد ليطا دو ترانسفورماسيون تنوليو نكتبو فيها هاد اكس هذا مزيان دابا شنو هي ليطا دافونسمون قلنا اولا في ليطا انيسيال ما تيكونش عندنا تفاعل ياك ما بين هاد الميثان وما بين ثنائي الاكسجين شنو تيوقع مع 12 بدا التفاعل مثلا سالنا مع 12 و 5 دقائق ما بين 12 و 12 و 5 دقائق غيبقى يتفاعل هاد الميثان مع ثنائي الاكسجين اللي داير به دونك الميثان غينقص شويه ثنائي الاكسجين غينقص شويه واش مفهوم الميثان غيزيد نقص واحد شويه حتى ثنائي الاكسجين غيتفاعل مع واحد شويه ينقص منه شويه هذا غيبقى يتفاعل شويه حتى الاخر يبدا يتفاعل مع شويه دونك شحال ولا عندنا ديال ثنائي الاكسجين يلاه هاد شويه شحال ولا عندنا ديال الميثان هاد شويه هاد الشيء هذا اللي مسحته هنا وهاد الشيء هذا اللي مسحته هنا راه هو لا كونتيتي دو ماتيغ اللي تفاعلات تتسمى اكس لافونسمون بشحال تفاعل هذاك الجسم ما بين البدايه والنهايه قبل ما تسالي التجربه غادي نقولوا باللي سي اش 4 تفاعلات منه تناخذ شحال كان فيه في الاول شحال كان فيه في الاول كان فيه واحد مول واحد مول هو هذا كامل مفهوم اثناء التفاعل هذه البلاصه هذه تفاعلات اختفات هذه البلاصه هذه سميتها اكس بغيت نعرف انا هذه شحال بقات ليا شنو غادي ندير ندير هذه كامله واحد ونحيد منها هذا الاكس هذا نقص منها اكس وغتبقى لي هذه البلاصه هذه دونك شحال هي لا كونتيتي دو ماتيغ ديال سي اش 4 في ليطا دو ترانسفورماسيون تناخذوا لا كونتيتي دو ماتيغ الاولى وتنقص منها شحال نقص ليا شحال نقص ليا واحد اكس صافي بالنسبه لثنائي الاكسجين نفس المساله غناخذ كميه الماده اللي كانت عندنا في البدايه يعني هذه البلاصه هذه كامله راه هاد هي 4 مول ديال ثنائي الاكسجين هاد ثنائي الاكسجين بدا تينقص ينقص 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 بواحد اكس معين يعني شحال كانت عندنا حنايا ديال ثنائي الاكسجين كميه الماده 4 واش بقى 4 دابا ما بين البدايه والنهايه لا نقصت بواحد الحاجه دونك الا بغيت نعرف شحال بقى لي غندير 4 ناقص هاد اكس هذا اللي نقص لي دونك غادي نديرو هي 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص اكس ديال المولات في البدايه ونقص منهم شحال تفاعل ما ننساش بلي هاد اكس هاد لافونسمون هذا تنضربو في هاد العدد اللي عندي هنا كون كانت عندي او 2 بوحدها ندير 4 موان اكس دونك هنا ندير 4 موان 2 اكس مفهوم دونك هاد العدد تنديرو هنايا مثلا كون كان عندي هنا 4 دونك ندير 1 ناقص 4 اكس انسي دو سويت دابا غنسول راسي هاد سي او 2 واش بدا تيتكون لينا في ليطا دو ترانسفورماسيون بيان سور هذا بدا تيتفاعل مشات منو هاد البلاصه هذا تا هو مشى منو مثلا الجزء هذا كامل دونك بداو تيتكون لينا شويه سي او 2 شويه ديال اش 12 شكون هما هاد الكميات ديال سي او 2 وهاد اش 12 هو داكشي اللي كان كينقص ليا هنا داكشي اللي كان كينقص ليا هنا دونك شحال تكون لينا ديال سي او 2 واحد اكس وشحال تكون ليا ديال اش 12 تكون ليا واحد اكس ولكن قلنا اكس فاش نضربوه الا كان عندي هذا المعامل هذا الكويفيسيون تنضربوه في ذاك اكس اللي عندي اللي هي لا كونتيتي دو ماتيغ ولا لافونسمون مزيان ملي تمشي ليطا فينال ليطا فينال ساهله تتعاود تكتب هذا الشيء كيف ما هو وتت بلاصه اكس تترد اكس ماكس حيت هنا لافونسمون سالات تجربه لافونسمون غيكون افونسون افونسمون ماكسيمال يعني شحال الكميه القصوية اللي غتفاعل ديال هاد سي اش 4 تقدر تكون كلها تقدر تكون اي واحد الجزء يعني التفاعل واحد الاكس ماكس منها واحد لافونسمون ماكسيمال واحد الكونتيتي ماكسيمال الثنائي الاكسجين يقدر يختفي كامل يقدر يختفي مثلا 80% ولا 90% دونك شنو تندير هنا تنجي تندير واحد ناقص اكس ماكس بيان سور الا اختفى ليا هاد سي اش 4 كامل راه غتكون عندي اكس ماكس هي واحد يعني اختفى كامل دونك ندير واحد ناقص واحد هي زيرو يعني راه ما بقاش وبالنسبه للاو 2 حتى هو نفس المساله شنو غادي ندير غادي ندير 4 اللي كانت عندي هنا ناقص 2 وهاد اكس غنسميها اكس ماكس
وبالنسبه لهنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي او 2 في ليطا فينال غتسمى اكس ماكس، وبالنسبه لهنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 2 او غتسمى 2 اكس عاوتاني اكس ماكس. مزيان. من بعد دونك هكا كيفاش غنعمر اي جدول ديال طابلو دو لافونسمون، اي جدول ديال لافونسمون ديال شي رياكسيون شيميك بهذه الطريقه. ومازال غنشوفوا دي طابلو وحدين اخرين ديال تفاعلات كيميائيه اخرين ديال معادلات وحدين اخرين تيجي من بعد ملي تنعمر هذا الطابلو بهذه الطريقه. ربما شي شنو اللي تختلفوا؟ المعادله، اما الطريقه هي نفسها ولي كونتيتي دو ماتيير تيختلفوا على حسب المعطيات ديال التمرين. تيجي في السؤال الثالث تيقول لي عطيني لافونسمون ماكسيمال، لافونسمون ماكسيمال راه هو اكس ماكس. هاد اكس ماكس اللي عندي هنايا في ليطا فينال تيقول لي حسبوا لي صافي مزيان. ومن بعد تيقول لي حدد لي لو رياكتيف ليميتون. شنو هو لو رياكتيف ليميتون؟ هو واحد من هاد لي دو رياكتيف، واحد من هادوك جوج ليميتون كي فا ديسباغيتر. تيقول لي شكون هو لو رياكتيف؟ شحال ديال لي رياكتيف عندي؟ سي اش 4 لو ميثان وعندي لو ديوكسيجين. تيقول لي شكون فيهم اللي غيكون هو لو رياكتيف ليميتون، يعني شكون هو اللي غيختفي فيهم باش انا نعرف ما تنبقاش نشوف شحال كان عنده من مول. شحال من واحد تيقول بلي هذا عنده واحد مول، هذا عنده 4 مول، اذا هذا كونتيتي دو ماتيير ديالو صغيره اذا هو اللي يختفي الاول. نو تندير واحد الطريقه. دونك شنو تندير هنا؟ تندير ليبوتيز. دونك هنا تيكونوا عندي دو زيبوتيز، تيكون عندي جوج ديال الفرضيات دائما تندير المساله هذه. انا كتلميذ شنو تنقول؟ تنقول يا اما هذا هو اللي غادي يختفي في النهايه، يا اما هذا هو اللي غادي يختفي في النهايه. ملي تنقولوا هذا غيختفي في النهايه يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو تساوي صفر، ولا كان هذا غيختفي في النهايه هذا هو اللي غيكون تساوي صفر. شنو تندير هنايا؟ تنقول له مثلا لنفترض اون سوبوز، لنفترض اولا كو متفاعل الاول اللي هو سي اش 4، لنفترض ان سي اش 4 اي لو رياكتيف ليميتون، هو لو رياكتيف ليميتون. نفترضوا بلي هو اللي غادي يختفي. الا كان غادي يختفي شنو تعني هذا الشيء؟ تعني بان لا كونتيتي فينال ديال سي اش 4 يعني الكتله الموليه ديالو في النهايه، يعني هذه هي ان فينال ديالو، يعني ان فينال ديالو شنو خصها تساوي في الاخر الا كان يختفي؟ خصها تساوي صفر. دونك نعوضو شنو هي ان فينال ديال سي اش 4؟ هي هادي. دونك هي واحد موان اكس ماكس تساوي ليا زيرو. الى حولتي اكس ماكس ليا غتعطيك اكس ماكس كتساوي شحال؟ واحد مول. مزيان. هاد اكس ماكس راه تيتسمى لافونسمون ماكسيمال. من بعد هادي السوبوزيسيون الاولى، افتراض الاول، افتراض الثاني تنقول عاوتاني يعني نفترض ان هذا، يعني الطريقه تتبقى تعاودها ديما. نقولوا ان نفترض ان المتفاعل الثاني اون سوبوز، شكون المتفاعل الثاني؟ هو او 2. نقول نفترض ان او 2 راه هو لو رياكتيف ليميتون، صافي هذا هو الاحتمال الثاني. تنقولوا بان الا ما كانش الاخر هو اللي غيختفي، دونك ثاني اكسيد الاكسجين هو اللي غيسالي الاول وغيسالي التفاعل. الا كان ثاني الاكسجين بصح هو اللي غيسالي الاول، يعني لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديالو هي غتساوي صفر. دونك هذا يعني ان ان فينال ديال غاز ثنائي الاكسجين غتساوي لنا صفر. شكون هي ان فينال ديال ثنائي الاكسجين؟ هي هذه. بمعنى الا كانت كميه الماده ديال ثنائي الاكسجين كتساوي صفر، يعني راه 4 ناقص 2 اكس ماكس راه غتساوي لنا زيرو. تنحل هذه المعادله هذه بمجهول واحد، دونك غتعطيني هي 2 اكس ماكس كتساوي 4. دونك الا حولتي هذه اللي غتولي 2 اكس ماكس هنا 4، شحال تيساوي لي اكس ماكس في هذه الحاله؟ هي 4 سور 2 اللي هي 2 مول. من بعد شنو هي المرحله الثانيه؟ حنا افترضنا بان هذا هو اللي غيختفي ولقينا اكس ماكس هي واحد، وافترضنا بان او 2 هو اللي غيختفي ولقينا اكس ماكس هي 2 مول. انا لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس خرجوا لي 2، شنو تندير؟ شنو تندير؟ تبع معايا مزيان. تناخذ اكس ماكس صغيره، اكس ماكس صغيره، الكميه الصغيره ماشي الكبيره، حيتاش اون فوا غيسالي التفاعل، اون فوا غيختفي الاول راه نورمالمون صافي سالا التفاعل. واش فهمتيني ولا؟ دونك تناخذوا لا فالور الصغيره. دونك هنا شنو تنديروا؟ تنقارنوا اكس ماكس ديال سي اش 4 مع اكس ماكس ديال او 2. شنو تلاحظوا؟ بان اكس ماكس الثانيه كبيره. دونك شنو تناخذ هنا؟ تناخذ اكس ماكس ديال سي اش 4، تناخذ هادي باش تناخذ هادي. دونك توجور تناخذ لافونسمون ماكسيمال اللي هو صغير. الوغ شكون هي اكس ماكس؟ الوغ نجاوب على هذا السؤال. لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس شنو هو؟ هو واحد مول.
مزيان انت جاوبتيني دابا على لافونسمون ماكسيمال. الا جاوبتيني على لافونسمون ماكسيمال خدينا ديال السي اش 4 يعني شكون اللي غيكون تيختفي الاول مادام خدينا اكس ماكس هي 1 مول دونك شكون اللي غيختفي الاول هو السي اش 4. جرب عوض هنا بواحد غتعطيك 1 ناقص 1 هي 0 دونك هذا غيختفي. الا درتي هنايا 4 ناقص 2 فاش غنضربها في 1 حيت انا غندير 1 حيت اكس ماكس صافي اللي غنخدمو بها راه هي 1 1 في 2 4 ناقص 2 هي 2 بالتالي هذا غتبقى منه 2 مول وهذا غيولي 0 مول. دونك شكون اللي يختفي الاول هو اللي خديتي اكس ماكس ديالو الصغيره دونك سي اش 4 هو لو رياكتيف ليميتون دونك لو ميتان سي اش 4 اي لو رياكتيف ليميتون. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه خديتوا واحد البلوس على القسم فيما يخص هادشي كامل اللي قلنا تهمنا في سيزيام اني وفي البكالوريا اللي هو جديد عليكم. تسناوني عما قريب غادي نحط لكم واحد لا سيري ديكزيرسيس وغنشوفوا فيها دي رياكسيون شيميك وحدين اخرين دي زيكواسيون شيميك وحدين اخرين وغنعاودوا هاد المراحل كلهم ديال ليكواسيون شيميك افيك ليكيليبراسيون ولو طابلو خصوصا لو طابلو باش تزيدوا تفهموه مزيان وغنشوفوا عاوتاني كيفاش نحدد لافونسمون ماكسيمال لو رياكتيف ليميتون في دوطخ اكزومبل. تنتمنى لكم التوفيق تهلاو ليا في راسكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.